الصبح شكاوي، من الصبح يا فتاح يا رزاق. شو حكولي اثنيناتكم؟ عدو عدو يا صباح الخيرات والليرات. ضرب السكين سند. ضربك بالسكين؟ سند. شو نحن بباب الحارة؟ سكينها جابر. وين ضربك ورجيني؟ يا حياتي كيفك؟ ورجيني سند. سند هذا؟ سكين ساكن. سكين؟ ولا ايش؟ بتصدقوا؟ هاي قدك بكره بتقوسني يعني. لا انت عمرك سنتين شلت سكين، يعني اذا كبر بيقوس ابوه. العام على ربي وتعب يا مين ضربك انت كمان؟ بابا. مين؟ بابا. وين ضربتك ميمي؟ لا سكين على بسيط. طلع مو حرام؟ مو حرام عليك؟ طلع اصبعته، شوف الاصبع، بوس واوا بوسه. بس بس الواوا الا سوري. ايوه اعتذر. بوسه لميرو. يلا يلا بوسي انت كمان، بصفق لحاله. ايوه بوسوا بعض. يلا برافو عليكم. ايوه حضون. حلو حلو، ما بقى تخانقوا مع بعض. دبدوب. ايه وانت شو لابس؟ هي عينه، حط ايده على عوينات. هذا بتة. يلا ما بقى تخانقوا. اليوم بدنا نعمل الكبسة السعودية، لأطلع أشوف ست الحسن والجمال إيش عندها. خلصت قهوتي، أطلع أشوف إيش لازم أغراض مشان نجيب لعندك. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي شوي ور ولحيني ولحيني ولحيني. يلا جيت 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 أنا جيت لك. ايه طلعي تحت، طلعي فاتوا من تحتي والله وكيلك. اسرع مني، روحوا كش 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 ولا كش. انت الكش. وينك ست الحسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش خايبه بحالك الصبح؟ اعوذ بالله على هالصباح. الماسك لا اربعه بالله. انا ماسك هذا. ليش خايبه؟ سلامتك، ماشي بشي؟ خبريني، اعطيني خبر انه انت رح تعملي عامله قناع. هذا ايش اسمه؟ ذكرتيني كنا نحضر نحن صغار فيلم المقنع، عرفتوه هذا الوجه الاخضر بس يلبس القناع ويصير. لا حبيبتي نقزت. هي اخف. انت شو عم تعمل بس مشان بس مشان الاغراض حبيبتي. ها؟ استنى عليك وعلى ابوك. ايش بدك؟ روح ايش في؟ انه عم يجي على مهله، عرفتوا عم يمشي هيك على هسه. اي اوكي. شو مشان الوجبه المفتوحه؟ قصدي مشان عفوا مشان اليوم الوطني. ايش رايك باخذ الجبنه بعيد ميلادك؟ ايه بابا تقطعه تظبطه وتجيب لي. لا ما بينحط الفخذ، رح اطحنه طحن فخذ ما صعب استواءه، بده دفن دفن. تدفنيه تحت الارض ايه بيستوي، عرفتي؟ بعدين فخذ كبير هذا يوم نجيب. حسب اخي تركي لي موضوع اللحوم لالي. طيب. الفخذ اوكي بيصير اذا كان الخروف عمره 3 4 شهور بيجي فخده صغير، لانه الفخذ شوي استواءه ايه. عرفتوا هو بيستوي بس ناشف. ايه. حفيان ناشف، فبده يكون صغير. انا هذا الفخذ كبير مبين من اذا جبتوه مبين كبير يعني. اساليني اساليني خلاص عادي. ايه. يعطيك العافيه، انا ما عم بحكي معك انه ليش جبتي، بالعكس انا 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 من الممنونين والشاكرين لله أطلع. ثم لك ما عندي مشكله. أيه. بس الفكره يعني ليش ما بتخليني مثلا ليه عم تطقي رقبتك حبيبتي؟ انا خايف شي مره تعملي هيك تفكري تطير راسك على جنب قد ما بتطقطقيها. اسمعي ليش ما بجيب ظهرات على شويه كتف على شويه حركات و... ايه عرفتي؟ لك مشان المنسف قال ايش دامل فيهم؟ اه مشان الكبسه السعوديه. يا عيني عليك. عندك رز؟ الرز الشيء الوحيد ما بنطلع عندي. يا سلام خلص رز الكبسه. خلص هلا بوصل. ايش بدك اغراض خبريني؟ ولا كم مره قالوا بابا كم مره بدك توصي؟ بدك تروح تجيب؟ لا لا بوصي توصاي ما في مشكله. طيب بتجيب لي فلفله ملونه؟ انا اللحمه المفرومه ما بحسن الا اروح انا اجيبها بايدي لانه مفرومه. ايش عرفك يعني؟ يعني مع كل الحب والاحترام لكل اللحامين يعني عرفت شلون؟ ايه اوكي. ايش شو؟ ايه
ماشي صرفنا فيك يا حياتي. ايه ايه ايش بدك اغراض؟ بعت شيلي لي هالمقنع هذا ابوس ايدك، شيلي لي هالمقنع. ماشي يلا صحصحت اللحمة منشان المنسف. ايه وبدي فلفلة ملونة منشان نحطها بقلب الكبسة. يا عيني يعني. وبدنا بندورة. يا عيني يعني. كمان بدنا بصل. لا صار لازم تبعتي لي اياهم لأنه راح أنسى. يلا حبيبتي يلا. يلا بس 10 دقايق. جاهزي الثياب ها؟ تبعات الأخضر، تبعات الأخضر السعودي. الأخضر السعودي خلص. آه والله أنت ليك البلوزة الخضراء اللي عندك؟ ايه. مو جبتها لقلي ولا ما جبنا؟ لك ما جبنا. اي اي صح صح مزبوط عندي هاي شوفوها خالصين. كنا رح نوحد الالوان. ايش حاطة براسك بابا؟ رجعي لمحلها، رجعي لمحلها، روحي. لعمة لعمة على المصيبة اللي نزلت على راسي. حطيت محفظة كل واحد مشان تايت الثاني روح رجعوا منها روح رجعوا راحوا على المدرسة. شلون ما انتبهت هذا كومنت امبارح؟ لا ما انكشفت كشفوا لي والله لا يستلموني بس يجوا اطلع احتمي بين النوش انا يعني عم بطمن كنت انا ما كان قصدي يعني عرفتوا ما كان ننوش ننوش ما كان قصدي انا بس يعني طلعت اتاكد من اغراض الاولاد يعني ما بدلت يعني حطيت كل وحده لروق اراجع الستوري ما ايه والله اذا صحيح ننوش حبيبتي الله يخليك لك شو اسمه بس اجوا الاولاد لا تخليهم هيك كثير يعني معي امبارح مو طلعت اطمن عليهم علي اشوف اذا حدا عم ياخذ لنا غلط لا عادي اه انا ما تفكري انا اب انا مالي خايف الاب ما بيخاف من ابنه انا ما شفتهم غير الصبح بصراحه راضون او شيء ايه طلعت مبدل بالمقلمات خبروني وانا شو اسمه لو بعرف كنتيني هلا بدي يا كونوا علقوا مع بعض بالمدرسه بيجوا علقوا معي هلا عادي حياتي عادي مو بغنين لا بدي يقولوا لي ليش فتحت شنطينا بدون ما تخبرنا لا انت فيك تشوف اذا فيك تلعب زي كده انا اب بحسن بفتح الشنطين بدي بحسن بفتح راسه للولد ما له شيء عندي لا انت ليش بدك تخبرنا انك فتحت الشنطه انا لا لا ها هن خربطوا بين بعض شلون خرب هدول مخربطوني الي ولك هدول خربطوا بين بعض بوسيد راسي قررنا نصور لكم فيديو على يوتيوب هيك مناسبة هيك كذا إذا نزلت بضل ذكرى كتير حلوة وحتى أنتو تستمتعوا أكتر بالفيديو في مونتاج حلو في كذا في فشو رأيكم سيد راسي أنتو معي بهاي القصة ولا ليش لنصوروا على سناب ما نحن على جميع الأحوال على سناب معكم كل النهار عرفتوا فرح نلبس كلنا اللون الأخضر العائلة كلها بالكامل عرفتوا ونصور لكم فيديو حلو على يوتيوب مع مونتاج حلو ولادكم كل ما بدهم بيحضروا بينبسطوا فيه كذا هاي الامور عرفتوا شو حتى انتم بتنبسطوا فيه كل ما بدكم تاكلوا معي كبسه سعوديه بتروحوا تاكلوا معي عرفتوا بضل ثابت يقبرني الثابت ايش رايك ننوش ايه خلص اتفق خلص توافقتوا اتفق تعال ساعدني تا يعني قررت عنكم على هو ما سالتكم عامل لحالي وافقت عنهم واخذت الموافقه شو انا وصيت على الاغراض بالكامل ايش ده ساعدت اه وننوش عم تعمل ميك اب كمان باللون الاخضر ايه ايش هالعيون ايش واد ايش واد حبيبتي يعني شلون بدي يطلعوا عليكي قصدي يعني ايش هالعيون ما شاء الله حلو حلو اي حلو اي بس خلي الاخضر يكون اكثر عرفتي بدري شلون لا ما بحب انا يكون في الوان كثير هيك اخضر وازرق وهذول الحركه انت بس اخضر زرقي لا تشجعي فريق الكرامه لك اخضر اخضر انا ما بحب الانيم عطوب حب اللون الترابي ودمج مع أقول تاني يا ستي هاي شغلات أنا إيش بدي فيها أنا بهمني المنسف مشكلة ما لي عارفة شلون أصور الفيديو على اليوتيوب بس ما أخوف الولاد شو يروح يخافوا من ريتشهم استغفر شو كانت ردة فعل ولادكم يعني هدول الولاد مش ما نخوفهم يعني بحضروا ريتشهم النوش بس ما يخافوا من هاي ليش هدول واقفين الشعرايات والله خشنت كتير شلون نصور؟ بس لا أولادي ما خافوا ليش أولادكم دي خافوا؟ ما سند عندي خاف شوي بس إيش تجي بوبع يعني أنا وحش سبدلة بشق الحيط وبتدلة بالعكس كتير بقيت والمود كان كتير حلو مبارح وأتصورنا يعني الستايل أبدا يعني كان لازم حتى يشيلوا راكنان من الفيلم يحطوني أنا بس ما بعرف ليش يكحملوا معي ليش يكساوا ما بعرف لو بعرف هيك أطلع كل هالشي حلو ما بخلي كنت أنا أخذت دوره وصل الشحم واللحم وصل الشحم واللحم يا حماتي اللي انت حياتي ان شاء الله دايما فيه اعياد
واحتفالات. ها؟ شو؟ شو؟ لحمة. إيه لحمة. لحمة. فكرت عم تقول لي أحمد. يا سلام عليك. إيه وصلاني واجبتي ما خبروني وصلاني واجباتي. خلاص اليوم راح آكل وجبة واحدة بس. راح آكل وجبة واحدة بس اليوم لأنه كونه بس وجبة مفتوحة عرفتوا؟ ننوش. شغل الأغاني. وتطلع الرجل الأخضر اليوم. حبيبي وصل الدعم. نازل حط اللحم 5 كيلو لحم جبت لك 5 كيلو بعظمه يعني إن تشيل العظم من نضل 3 كيلو دوبل يكفوني. طيب تسمعني بس أعمل تاني عين بالأيلين الأخضر. شو هذا؟ قلت لهم ده طلع الرجل الأخضر ده قال لهم الامرأة الخضراء قلت لهم الرجل الأخضر خربطت يعني عرفتي؟ إيش فيه؟ شوفي شوفي ليش ما ليش طلعت ليش عم طلعي فيني تطليعات لأيه؟ كده حرجع اعمل مكياج كفي معهم بس عامل عين ثاني نازل. يا حبيبتي مشان نبلش يعني قرب الاولاد يجوا كمان. ايه طيب يجوا مثل المرضعات يكونوا جوعانين من اللعب قصدي من الدراسه بيجوا جوعانين. يلا نازل لسه بدنا نلبس خلصينا. ايه ايش بدنا نلبس يعني هي هالفوزه وانت هالفوزه شو حسسني؟ يلا نبلش يعني يلا نبلش يعني قول يلا نبلش يلا خلصينا جعنا ناخد شوية حركات وبركات. قلت لهم شوية بوالين خضر للولاد بيلعبوا فيهم. جبنا كنزتي كنز لعمي وكنز لحماتي. الأخضر أساس عندهم قالت لي ننوش بس الأخضر ما عجبني كتير غير لون بعيد درجة بعيدة عن الباقي اللي جبناهم ما شفتوا ما لقينا لأن بوقتها كنزات. فأنا عندي والولاد هلأ صار عندهم والكل عنده. شو؟ شوفوا هدول جبناهم ميرو بتمسكهم هيك تلعب فيهم يا عيني عليك السوق تملكهم بهدول. هاي دربكة خضراء إذا بتحبوا هاتيها 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 خدي لي إياها عشان ندق لكم على الدربكة. شوف شلون إجت على السطح يا سبحان الله عم صار عم طلعت قدامنا. شوفي شغلات جبت قلم مشان أرسم لهم على وجوههم. ما في شيء منوش القلم مشان أرسم لهم على وجوههم. تعي شوفي هون لسه خلص تعي مشي مشي جينا على الاخر. انا والله مفكر بعرف جينا على الاخر ما في بس جينا يعني نحن ما على اساس والله نصور على يوتيوب. بالدنيا انت عارف شو كتبوا لي الوعيد الوطني العراقي كمان بعد فتره العمليه ودول ما دريت شو يعني ما عندي مشكله احتفلي هتكون اكتبوا لنا بس اليوم لانه انا جوا شغلات فيها اكلات وعملات وما عندي مشكله يعني. انا ما عندي مشكله ابدا يا حبيبتي. لا 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 احتفال هو مشان نحتفل نشاركم. يا سلام عليكم. الله 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 على الروايح. يا سلام ويا سلام يا عمري. اسمعوا اسمعوا هالصوت.